المخرج محمد وزيري ومدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بيثبت دليل زواجه منها السري. تابعوا معنا التفاصيل، ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. لجأ الملحن المصري محمد وزيري للقضاء وتحديد شؤون الأسرة لإثبات زواجه السري من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة. وأظهرت وثيقة مسربة إن محمد وزيري الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إنه رفع دعوى يوم 16 مايو آيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي. وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في 2 يونيو المقبل. وكانت الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد قد شهدت فصلا جديدا، حيث بدأ في 5 مايو الجاري بعد أن توقف العمل تماما بينهما، حيث تقدمت هيفاء وهبي من خلال وكيلها القانوني بمصر ببلاغ يحمل رقم 177-66 لسنة 2020 جناح قسم أول مدينة نصر ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري. وقال محامي هيفاء وهبي في بلاغه إن محمد كان يعمل مدير الأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات اللي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي. وقال المحامي إن محمد استغل التوكيل اللي حررته له هيفاء وهبي وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وحصل محمد على مبلغ 63 مليون جنيه أي ما يعادل 4 مليون دولار دون وجع حق من ممتلكتها. وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية وهي هيفاء وهبي. مع التأكيد من محامي هيفاء وهبي إن محمد استولى على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج والمسلسلات التي كان يتقاضاها من المنتجين، وبدلا من تسليمها لهيفاء وهبي ويضعها في حسابها كان يضعها في حسابه هو، ما تسبب في الإضرار بموكلته. تعاونت هيفاء وهبي مع محمد وزيري أو زوجها السري في فيلم أشباح أوروبا اللي تم تصويره بين مصر وبلغاريا، وكان زوجها السري يعتبر هذا الفيلم أولى تجاربه الإخراجية. ولكن توقف هذا الفيلم عن العرض بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا. من ضمن المفاجآت إنها بعد ما قامت هيفاء وهبي بتقديم شكوى ضد زوجها السري بسرقتها، قامت بعدها بوصفه بلفظ خارج، فقام هو بتقديم وثيقة تثبت زواجهم. في أغسطس 2019 قرر محمد الوزيري الاستقالة من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية بعدما تعرض لهجوم شديد من جانب متابعيها بسبب انتقاده للفرقة الموسيقية مشروع ليلى الداعمة للمثلية الجنسية، حيث وصفها باللعنة في كل الأديان، مطالبا جمهوره بمناقشات بناءة وليست عديمة الفائدة، خاصة بعد الإعلان عن إقامة الفرقة الموسيقية للحفل في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن الحفل تم إلغائه.
ويبدو أن المساندة التي تلقاها من هيفاء وهبي لم تكن كافية بالنسبة له حتى قرر الاستقالة رسمياً. أعلن زوجها السري عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وكتب: هيفاء حبيبتي، أنت عارفة كويس أني دايما عايزك أحسن حاجة وما يهمنيش غير مصلحتك، وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص، وعارفة كمان أن عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان أنت أغلى عندي ومن غير مقابل ومن غير فلوس. ثلاث أزواج في حياة هيفاء وهبي. تزوجت في المرة الأولى من ابن عمتها نصر فياض زواج عائلي، وأثناء حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وبعدين اتطلقت. في 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في 2012. أما زوج الثالث فالمحكمة سوف تحكم في هذا، وسوف تقوم وسائل الإعلام بنشر الخبر.